بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة عندنا اللي هي physically important arthropods class أركنيدا. class أركنيدا، الأركنيدا دي البادي بتاعها عبارة عن كفالس وركس وأبدومن، نص اللي ما بيبقوا فيوز مع بعض، ما فيهاش أنتنة، ما فيهاش ويجز. الليجز فيها بتبقى 4 بيرز اوف ليجز، يعني 8 ليجز، وبتبقى فيها لارفا. الليجز فيها بتبقى 3 بيرز. الكلاس ده بيشمل اوردر اكارينا وسكوربيونيدا والارانيدا، فيها السكوربيونز والسبايدرز، بس دول احنا هناخد بس معلومه بسيطه عنهم مش هندرسهم بالتفصيل. اللي هيدرسوا بالتفصيل ان شاء الله هم اوردر اكارينا اللي هي اتاكس والمايس. السبايدرز والسكوربيونز، السبايدرز اللي ليهم ميديكال امبورتنس عاداتهم بيبقى قليل. السبايدرز دي في الغالب ما بتبقى الانفلاماتوري ماتيريالز اللي بتطلع مع السلايفه منها، او السلايفه بتعمل سبيد انفلاميشن، وفي منها حاجات بتسيب لوكال نيكروتايزنج ألسر. تمام، لوكال نيكروتايزنج ألسرز، وممكن فيها بتبقى حاجات فيتر، ان ممكن توصل لمرحله ان يبقى الليمب اللي هو بيبقى، او الليمب اللي بيبقى افكتد بالبايت بتاعه السبايدر، الانواع دي من السبايدرز اللي هو البلاك سبايدر والحاجات دي، ممكن يحصل له حتى ايفل امبيوتيشن. فالسبايدرز اللي هم بيبقى ليهم ميديكال امبورتنس واللي بيقولوا لنا بيسببوا هيومن ديزيز او هيومن انفكشن هم بيبقوا قليلين جدا. السكوربيونز، السكوربيونز طبعا من الحاجات الفيتال، لان السكوربيونز بتطلع بويزنس ماتيريال بالبايت بتاعها، والبايت بتاعها بتعمل اسيندنج موت باراليسيس، ده نيورو توكسيك سبستانس، دي نيورو توكسيك سبستانس بتعمل اسيندنج موتور باراليسيس، ودي طبعا بيتاخد لها المصل بتاعها. السكوربيونز والسبايدرز في الغالب مش مهمين بالنسبه لنا قوي ان احنا ندرسهم، رغم ان هتلاقي التعامل معاهم البايت بتاعه السكوربيونز والحاجات دي في الوحدات الصحيه وكده بتلاقيها كومن منتشره، لكن كستراكشر وتفاصيل دراستهم في الانتومولوجي عندنا مش بندرسهم قوي. اللي بالنسبه لنا المهمه هي التكس والمايس، اللي هم دول بينقلوا لنا ديزيز من الحاجات اللي هي ترانسميتد ديزيز او كوزنج ديزيز. التكس والمايس او الاكارينز عامه بيبقوا عباره عن هيد وثوركس وابدومن، والثلاثه بيبقوا فيوز مع بعض في وان سيجمنت. الهيد بارت بتاعها او الماوس بارت بتاعها بنسميه سودو هيد، او بنسميه كابيتولم، بنسميه كابيتولم، وده بيحتوي على البروبوزس اللي هو الماوس بارت بتاعها. الريسبيريشن في التكس بيبقى عن طريق سبايركس، فتحات تنفسيه، وفي المايس بيبقى كوتينيوس من الجلد بتاعها. الميتامورفوزس فيها بيبقى انكمبليت ميتامورفوز، لان بتبقى عباره عن ادلت ونيمف وايج، ادلت ونيمف وايج. ده السودو هيد او الكابيتولام اللي هو الماوس بارت بتاع التكس وبتاع المايس، الماوس بارت بتاع التكس وبتاع المايس. الهارد تكس، الهارد تكس تبع فاميلي اكزوديدي، خلاص ده افكتنج مين؟ افكتنج الاول مامز، الهيومن والانيمالز والبيردز، الهيومن والانيمال والبيرس. اللايف سايكل فيهم احنا قلنا عباره عن انكمبليت ميتامورفوزز اللي هي ادلت نيمف و ايج. دي اللايف سايكل بتاعت الهارد تيك. ايه الميديكال امبورتنس بتاعت التيكس؟ احنا بنقسمها ميكانيكال انجري بيحصل من السايت بتاعت البايت، لان بتبقى البايت بتبقى بينفول وبتسيب انجري مكانها، او بتعمل ترانسميشن لديزيز، او بتعمل حاجه بنسميها التيك باراليسيس. التيك باراليسيس دي بتحصل من السكريشنز بتاعه التيك، ودي هنشرحها بالتفصيل. ايه هي الديزيز اللي هنقولها؟ بروتوزوال ديزيز، ريكيتسيال ديزيز، باكتيريال ديزيز سواء كانت سبايروكيتال ديزيز او ريكيتسيال ديزيز. دراسه الهارتكس هي الرول بتاعتها في الترانسميشن اوف ديزيز. الهارتكس بيبقى بتعمل ايه؟ لا اما هي تنقل ديزيز، لا اما هي تسبب ديزيز اللي هو بنسميه تيك باراليسيس، او ان البايتنت بتاعتها بتعمل اريتيشن، البايت بتاعتها بتعمل اريتيشن وانفلاميشن. الرول بتاعها في الترانسميشن اوف ديزيز لقينا ان التكس بتنقل بروتوزوال ديزيز، ريكيتسيال ديزيز، و بكتيريال ديزيز وفيرال ديزيز. البروتوزوال ديزيز اللي هتنقلها التكس اللي هي البابيزيا، تكساس فيفر اللي بتعملها البابيزيا بايجيمنا، خلاص. فبالنسبه لك البروتوزوا تنقل ايه؟ الهارد تكس تنقل التكساس فيفر، خلاص، اللي هي بتعملها البابيزيا بايجيمنا، وده زونوتك ديزيز. الريكيتسيال ديزيز اللي هنقولها
ونحفظهم. حاجه اسمها روك ماونتن سبوتد فيفر بتعملها ريكيتسيا ريكيتسي، الكيو فيفر او الكوين لاند فيفر بتعملها ريكيتسيا برنيتي، البوتونيس فيفر بتعملها ريكيتسيا كونوري، التيك بايت فيفر بتعملها ريكيتسيا بايجبري. يبقى عندنا اربعه ريكيتسيا ديزيزز بتنقلهم الهارد تيك، الروك ماونت سبوتد فيفر، الكيو فيفر، البوتونيس فيفر، والتيك بايت فيفر. الفيرال ديزيز اللي بتنقلها تيكس، الكولورادو تيك فيفر، الانكفالايتس والانكفالومايلايتس. الاكواين انفيرمالز دي زوماتيك، دي سوري دي فيترينري، تنقل الانكفالايتس فيروس، تنقل الكولورادو تيك فيفر. البكتيريال ديزيز بتنقل التوليريميا، الباستريلا تولرنسز في المان والرابتس. السبايروكيتال ديزيز من الحاجات اللي بتنقل الليم ديزيز اللي بتعملها البوريلا بيرج دور 3. خلاص يبقى التيكس بتنقل بروتوزوال ديزيز البابيزيا، بتنقل ريكيتسيال ديزيز، الاربعه ريكيتسيال ديزيز، بتنقل فايرال ديزيز كلوراتو تيك فيفر، تنقل باكتيريال ديزيز التولريميا، وتنقل سبايروكيتال ديزيز اللي هي الليم ديزيز. الليم ديزيز تمام. التيكس دي الديزيز اللي بتنقلها مهمه جدا، مهمه جدا ان احنا نبقى عارفينهم وحافظين. طب غير ان التيكس بتنقل لنا ترانسميتنج فايرال وبكتيريال وريكيتسيال ديزيز، التيكس بتعمل تيك بورن ديزيز خاص بيها بنسميه تيك باراليسيس، ده بتبقى سببه السليفري سكريشنز اللي بتطلع من السليفري جلاند بتاعه التيكس، وده السليفري سكريشنز دي بنعتبرها نيورو توكسيك، نيورو توكسين او نيورو توكسيك سبستنس، بتعمل رابيد اسيندنج فلاسيد باراليسيس، بيظهر بعد البايت من يومين لسبع ايام، وبيبدا من الليمس اللور ليمس وبعدين الارمز ويوصل للايه للترنك، ايفن ان هو ممكن يؤدي الى ريسبيراتوري فيلير اند ديس. التريتمنت بتاعه بيبقى سهل، ان احنا ايميديتلي افتر البايت بنعملها ايميديت ريموفال بجنتل تراكشن من غير ما نعمل فورسبل تراكشن ونقطع الكابيتولم بتاعه التيك، لان الفورسبل تراكشن وان احنا نعمل كات للكابيتولم بتاعه الهارد تيك بتبقى موجوده جوه السكن بتسيب ميكانيكال انجري في السايت بتاعه البايت، وده اللي هو الليجن الثاني اللي هي بتعمله، انها بتسيب لوكال انفلاميشن وايديما وانديوريشن وايفن هيموريج ات ذا سايت اوف ذا بايت لو احنا عملنا تورن اوف، لو اتقطع الايه الكابيتولم واحنا بنعمل فورسبل تراكشن للهارد تيك من الليجن. فعشان كده احنا لازم تبقى نعملها ريموفال جنتلي عشان ما تحصلش، ما تسيبش انفلاميشن وانديوريشن مكان البايت بتاعتها. تاني نوع من التيكس اللي هي السوفت تيكس، يبقى احنا خدنا الهارد تيكس اللي هي كومن مع الانيمالز، الهارد تيكس دي بنلاقيها على الانيمالز خاصه على الانيمالز وبنلاقيها على الدوميستيك انيمالز، وتاني حاجه اللي هي السوفت تيكس اللي بتبقى موجوده على البيردز، الموجوده على البيردز كومن ان هتلاقيها على البيردز. دي منها نوعين، في حاجات على البيردز اللي هي بنسميها الارجس او الفاول تيك او البلو باج، خلاص دي بنسميها البيرد تيك، دي بنلاقيها في البيردز في الطيور. خلاص التيك اللي بتبقى موجوده في الطيور كومن للناس اللي هي بتربي طيور في بيوتها، بتشوف تحت الوينجز بتاعتها تحت الاجنحه وما بين الفيزرز كده ما بين الريش بتلاقي حاجات كده زرقاء صغيره وبتمص الدم، وبتلاقي البيرد انيميك خالص تمام وسخن وما بيتحركش بسبب الايه الارجس دي. الارجس دي لو قرصت الانسان بتعمل له ايريتابيليتي وايريتيشن واكزيما وسليبنس مكان القرص بتاعه. طيب في تيك تاني سوفت تيك تاني تبقى تاني جينس معانا من السوفت تيكس هو جينس أورنسودراس، وده affecting domestic animals ورودنتس وأحيانا بيصيب الإنسان، بيشبه الأورنسودراس أو السوفت تيك النوع ده من السوفت تيك الهارد تيكس، إن هو بيعمل برضه transmission للديزيز وبيعمل تيك باراسيز وفي نفس الوقت بيعمل mechanical injury at the site of the bite وخاصة مع الهيفي infestation. ايه الانواع الترانسميتنج، ايه انواع الديزيز اللي هو هينقلها؟ بينقل الانتيميك ريلابسنج فيفر، وده سبايروكيتال ديزيز بيتنقل عن طريق البوريلا داتوني. السبايروكيتس دي بتبقى موجوده في الكوكسال فلويد، ده بيبقى موجود عباره عن سيكريشنز بتبقى موجوده في حاجه اسمها الكوكسال جلاند، ودي بتبقى موجوده على الفنترال سيرفيس بتاعه السوفت تيك.
السكريشنز دي مع البايت بتاعت التيك بتطلع الفلويد الكوكس الفلويد والسليفري سكريشن بتعمل كونتامينيشن للانجرد سكين او البايت ووند وبتدخل فيها السبايروكيتس وبتنقل لنا الانديميك ريلابسنج فيفر. في نفس الوقت برضو بتنقل الكيو فيفر بتعملها ريكيتسيا برونيتسي. وممكن يبقى لها رول في ترانسميشن اوف شاجر ديزيز اللي بيعمله تريمسوما كروزايد واحده من البروتوزوال ديزيز اللي عندنا. بالاضافه طبعا من الحاجات برضو بتعمل تيك باراليسيس عن طريق السليفري سكريشن بتاعت التيك وبتعمل ميكانيكال انجري زي ما قلنا. دي شكل الاورنسولدرس بتبقى تقريبا بنقول عليها او شيبد شويه، بتبقى راوندد والسبيوتر بتاعها بيبقى ليزري ليزر عامل زي الجلد كده محبب. تمام محبب. ادي عند الجينيتال اوبننج بنلاقي قريب منها فتحه الايه الكوكسال جلاند. دي الكوكسال جلاند اللي ايه قريبه اهي من الهيد من الكابيتولا بتاعتها. فلما تقرص تمام الانسان بتبتدي تطلع الكوكسال فلويد الموجود جوه الكوكسال جلاند ده اللي بيبقى موجود فيه الايه السبايروكيس بتاعت البوريليا اللي بتعمل لنا الانديميك ريلابسنج. ده موجود في الدورز ده في الفنترال سيرفيس مش الدورز ده اسمه الدورزال سيرفيس اللي هو ظهرها. الفنترال سيرفيس اللي هو بطنها ده اللي فيه في الايه الكوكسال جلاند. المايتس بقى المايتس يبقى احنا خدنا التكس تمام خدنا التكس ودلوقتي هناخد الايه المايتس اللي هو الكراد. المايتس اللي تهمنا في منهم نوعين، حاجه اسمها ساركوبس سكافياي اللي بتعمل الاسكيبز والتانية اللي هي ديمودكس فيريكيليا. المايتس دي بتبقى مينيوت بقى مينيوت ارثروبود بتبقى صغيرة جدا صغيرة جدا اقل من نص ميلي لان هي نفسها على بعضها الادلت بتعمل بنتريشن للسكين بتدخل جوه السكين وبتعيش في تانل في السكين بتعيش في تانل في السكين بتحفر في جسم الايه الانسان. بتبقى صغيرة جدا ليها فور ليجز خلاص بيبقى على السيرفس بتاعها بنلاقي حاجة اسمها ترانسفيرس ستريشن بتبقى موجودة فيها وليها كابيتولا تمام. الميل عن الفيميل بيختلف بالسكرز والبريشرز الحاجات اللي احنا خدناها. دي شكل الايه المايتس تمام. دي بتاع عليها ترانسفيرس ستريشن هي الخطوط دي اللي انتم شايفينها والدورز السيرفس بتاعي عليها تريانجولار بليدز وتلاقي ليها فور بيرز اوف ليجز اثنين قدام واثنين ورا تو بيرز انتيرور تو بيرز بايه بوستيرور. بنلاقي ليها الكابيتولا بتاعها بيبقى تحت الهيد شويه بتبقى صغيره جدا صغيره جدا ما شفتهاش في العلم المجرده بتبقى تدخل جوه الايه السكن في الديرمال لير في الديرمس بتاع الايه السكن بتبقى سوبرفيشال وتعمل تانلز وبتدي ايه دي شكل الادلت اهي بتعمل تانل في السكن وبتدي دي الفيميل بتعمل لينج للايه للايجز خلاص. الفيميل بتعمل باروينج باروينج يعني بتحفر في الديرمس بتحفر في البيرن. الباروينج هابت بتاعتها دي هو ده اللي بيعمل السيفير اتشنج والاريتيشن اللي بيبقى مصاحب للسكيبس. دي شكل الايه السكيبس شكل الايه الليجن على الطبيعه خلاص. ده شكل السكيبس في الهيومن بيبقى معاها انتنس اتشنج وانفلاميشن خلاص وسكراتشنج بيبقى خاصه ات نايت لان الباروينج بتاع الفيميل انها بتحفر في التانلز دي في السكين بتبقى خاصه ان ايه ات نايت تمام. ده اللي نعرفه عن السكيبز وهتشرح لنا بعدين بالتفصيل في البلوك اللي بتاخده فيه الكوتينيوس ليجنز اللي بتاخده فيه الماسكولو سكيلت الحاجات بتاعه الماسلز والسكين. تاني نوع عندنا من المايتس هي الديمودكس فوليكوليرا ودي واحده من البارونج مايتس. بارونج مايتس يعني بتحفر في الجلد. بتختلف ايه الديمودكس او التبع فامي ديموديسيدي عن الساركوبتس انها بتبقى ديبر في الجلد بتبقى بتحفر ديب. الساركوبتس بتبقى مور سوبرفيشال في الابيدرمس لكن الديمودكس بتدخل في الديرمال لاير وبتدخل في السبيشس جلاندز والهير فوليكلز. دي بتبقى افكتنج الهيومن والدوماستيك انيمالز عندنا زي الدوجز وكده بتعيش في السبيشس جلاند وافكتنج الهير فوليكلز ايفن حتى الايليشز زي ما احنا شايفين. بيبقى البادي بتاعها ايلونجيتد وسيجمنتد وليها فور بيرز اوف بايرمس ليجز بتبقى موجوده. الهيد بارت بتاعها ده بتبقى الهيد بتاعها بيبقى داون. البوستشر بتاعها في الهير فوليكل ان بيبقى الهيد بتاعها بتبقى مقلوبه لتحت
تمام. وبتبقى موجوده في الهير فوليكلز، وبتدي يحصل لها المالتيبليكيشن واللايف سايكل بتاعتها بتبقى جوه السبيشس جلاند والهير فوليكلز، وبتعمل لنا حاجه مسميها فلوكلر مينج. فلوكلر مينج بيبقى شكل كده بيشبه الاكني، اكني لايك ليجن. تمام. الترانسميشن سواء كان في الساركوبتس او في الديمودكس بالدايركت كونتاكت، خلاص بالدايركت كونتاكت لازم انا يبقى في دايركت كونتاكت مع انفكتد بيشنت. فكره الديمودكس في ايه؟ ان هي بيبقى انها بما انها بتبقى ديب، عشان كده انا عشان اشخصها لازم اعمل ايه؟ اعمل ديب سكراتشنج للسكن اللي هو انفكتد بالديمودكس عشان اعرف الاقي المايت وافحصه تحت الميكروسكوب. تاني حاجه ان انا ما استخدمتش الاكاريسايتس اللي هي ليها اللي هي سوبرفيشال اكتنج، خلاص اللي هي سوبرفيشال اكتنج لازم استخدم اكاريسايتس تبقى تدخل ديب في التشو. تمام. الاكاريسايتس اللي هي بتقتل المايت دي اللي هي الكيميكالز اللي بتقتل المايت اسمها اكاريسايتس. يبقى انا ما ينفعش ان انا استخدم اكاريسايتس اللي هي اكتنج الايه سوبرفيشال، لازم استخدم حاجه تبقى ديب شويه. يبقى ديب شويه بتسيب ايه؟ بتسيب اكني لايك بابيولز. يبقى ممكن من الحاجات اللي هي اكني ليجنز اللي هي شبه الحبوب اللي بتبقى موجوده في الوش دي ممكن تبقى سببها بنسميها فلوكلر مينج. الديمودكس بتبقى سببها الديمودكس اللي بتعمل انفلتريشن وبتعمل افكشن للايه الهير فوليكل والسبيشيس جلاند. الميتامورفوزس فيها بتبقى كومبليت ميتامورفوز، كومبليت ميتامورفوزس. يبقى انا عندي نوعين من المينج، في مينج او سكيبس بيعملوا ساركوبتس كابيوي وده بيبقى سوبرفيشال، وفي الفلوكلر مينج اللي بيبقى شبه الاكني ده اللي بتعمله الديمودكس فلوكلر. دول نوعين المايتس اللي احنا بناخدهم. الاسئله اللي بتجي لي بيقول لي الديمودكس بتبقى افكتنج ايه؟ هنقول افكتنج السبيشيس جلاند والهير فوليكلز. ايه اللي بيعمل اكني لايك ليجن؟ الديمودكس. الفلوكلر مينج ده بتعملها الديمودكس وليس الساركوبتس. الساركوبتس بتعمل سكيبس. اخر حاجه هناخدها في الاكاريز اللي هي الترومبيكلا فاموشي او نسميها الريد باك او الشيكرز او الهارفست مايت. دي نوع من المايت لكنها الادلت فيها ما هياش بلاد سكر، الادلت ستيج فيها مش بلاد سكر. اللي بتبقى تعمل ديزيز هي اللارفا ستيج، هي اللارفا ستيج هي بتعمل انفيجن للسكن تمام بتاع الهيومن او الانيمال، وبتدي تعمل ساكشن للتيشو بتاع الايه التيشو فلويد او الاوزنج فلويد اللي بيطلع في البلد مره واحده. دي اللي هي لارفا ستيج، وبعد كده تيجي تطلع من التيشو وتنزل في السويل وتتحول لادلت، وتتحول لادلت. طيب الترومبيكولا او الهارفست مايت دي بتنقل لنا حاجه مهمه جدا، بتقول لنا حاجه اسمها سكراب تايبس، بتقول لنا حاجه اسمها سكراب تايبس اللي بتعملها ريكيتسيا تسوسو جاموشي عن طريق البايت بتاعتها. احنا لسه قايلين ان هي اللارفا هي اللي بتاخد هي اللي بتبقى بلاد سكر، هي اللي بتعمل ساكنج للبلاد والاوزنج فلويد وبتاخد الانفكتد ماتيريال معاها، بعد كده تتحول لادلت. الادلت بعد كده هتدي جيف بيرث لارفي تاني، فده بتعمل حاجه اسمها ترانس اوفيريان ترانسميشن، بتنقل الريكيتسيا تمام للاوف سبرينج. اللارفا عملت الانفكشن وخدت الانفكشن تمام، اتحولت لأدلت. الأدلت بعدين هتديني لارفي تاني، لارفي دول هيبتدي يصيبوا other horses يعني human تاني أو animal آخر، فده بنسميه trans ovarian transmission تمام. إن السبايروكيتس اتنقلت للأدلت دخلت جوه اليوترس بتاعها وتدينا الإيجز واللارفي اللي بتطلع هي بتبقى infected تمام. يبقى من الإكزامبل بتاع trans ovarian transmission اللي هي الهارفست مايت أو الترومبيك اللي بتنقل لنا السكراب تايفس، السكراب تايفس خلاص. وده واحد من الزوروتك ديزيز اللي بنلاقيه في الرودنس وبنلاقيه في الايه في الهيومن وبنسميه تشيجرز، بنسميه تشيجرز غير التشيجو او الجيجرز بتاع التانجا، غير الجيجرز بتاع التانجا. الديستريبيوشن بتاعه ده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في الفار ايست، مش موجود الحمد لله. خلاص دي اللي ترومبيكولا بنسميها الهارفست مايت او الريد مايت اللي بيبقى لونها بني محمر كده شويه. الادلت فيها نون انفكتد، ما هياش بتسبب اي عدوى، اللي بتسبب العدوى فيها هي اللارفا الصغيره دي، اللارفا دي هي اللي بتسبب العدوى. لكن الادلت تمام اللي هي بتاعت الهارفست مايت او ترومبيكولا نون انفكتد، نون انفكتد لانها مش بتمص الدم، نون بلاد سكر خلاص. دي بنلاقيها في السويل عادي. الميديكال امبورتنس ترانسميشن للسكراب تايفس او تسوسو جاموشي فيفر بريكيتسيا او ريموتاليز خلاص. وقلنا طريقه العدوى فيها ان الار في هي اللي بتبقى فيدنج على رودنت او على الهيومن، هتاخد الاورجانيزم
وبعد كده تنزل في السويل تتحول لأدلت، خلاص تتحول لأدلت. الأدلت ده ملوش أي رول في ترانسميشن ديزيز. اللي هيطلع من الأدلت بقى الأوف سبرينجز بتوع الأدلت، بتقول إن الفيميل بتيجي توصل الأورجانيزم ده لليوترس بتاعها، بتيجي تدينا الأر في جديدة انفكتد. الأر في بعدين هيبتدي يدعو يعدو نيو هوست وينقلوا له الإيه ريكيتيا أورينتاليز والسكراب تايبس. خلاص. تاني حاجة بتعمل حاجة اسمها سكراب اتش. سكراب اتش انها بتدخل جوه التيشو، القصة انها تدخل الار في جوه السكين والتيشو بتعمل ساكنج للبلد والكلام ده كله، ده بتسيب اريتيتنج ماتيريال وتعمل اريتيشن ودرماتايتس واتشنج وسكند بكتيريا انفكشن، بنسميه سكراب اتش. يبقى الترومبيكال اكاموشن بتعمل حاجتين، سكراب تايفس وسكراب اتش. سكراب اتش ده كوتينيوس ليجن، عبارة عن اريتيتنج درماتايتس. اكزيما بتعملها زي حاجات تاني كتير عندنا بتعمل ايه اكزيما ودرماتايتس من الاكتو بارازايتس اللي احنا خدناهم. ايه الديزيز اللي هتنقلها؟ بتنقل ريكيتيا اورينتاليز او بتنقل السكراب تايفس. يبقى انا عندي ايبيديميك تايفس، انديميك تايفس، والسكراب تايفس، ثلاث انواع من اخر كلاس عندنا في الارثروبودز هو كلاس كراستيشيا. بندرس فيه سايكلوبس او الووتر فلي. السايكلوبس او الووتر فلي ده مينيوت مايكروسكوبيك ارثروبود بيعيش فيه المية، في الويلز والستاجننت ووترز، ووتر والحاجات دي. الشكل بتاعه ليه فيوز ديكتالوس ووركس، ليه تو بيرز اوف انتنا، ليه شورت بايرمس ليجز، ليه حاجات تشبه البادلز كده اللي بيعوم بيها في الميه، والفيميل بيبقى ليها اكس اكس. ايه اهميه بقى السايكلوبس؟ الميديكال امبورتانس اوف سايكلوبس ان هو عباره عن انترميديت هوست فيكتور ناقل لسيستودال ديزيز ونيماتودز. اللارفال ستيجز بتاعه السيستودز والنيماتودز اللي هي دراكينكولاس ميدينينسيس بينقل لنا دايفلبوسريم لاتم، تمام، بيبقى موجود فيه البروسيركويد ستيج بتاع دايفلبوسريم لاتم. تاني حاجه برضو دايفلبوسريم مانسوناي السبيشيز تاني اللي بيعمل لنا سبايك كونوز برضو بتبقى موجوده فيه اللارفا ستيج في البادي كافيتي بتاع السايكلوبس. هو برضو انترميديت هوست بيبقى موجود فيه اللارفا ستيج بتاعه الدراكينكولاس ميدينينسيس او الميدين وورم، دي واحده من النيماتودا الجديد اللي بتبقى بتعيش فيه الايه او الورمز دي بتعتبر من الجاينت وورمز او بنسميها سنيك لايك وورم او الميدينا وورم اللي بتبقى برضه موجوده سايكلوبس فيها بتعيش في الويلز والابار وكده، وبتبقى موجوده فيها اللارف ستيج بتاع دراكينكولاس ميدينينسيس. الهيومن يبتدي يعمل انجيشن للسايكلوبس ده، هياخد اللارفا بتاعه الدراكينكولاس هيتكون في السبكوتينيوس ستيج بتاعه الادلت وورم بتاعه الدراكينكولاس ميدينينسيس او الغينيا وورم او اللي بنسميها الميدينا وورم. دي الميديكال امبورتانس بتاعه السايكلوبس.